يعني فرح مع الأجواء الجميلة اللي عم تعيشها جميع المحافظات السورية. ختام حلقتنا المميزة لليوم مع الطاقة اللي دايما نحن بتكون الدافع لنبدأ فيها كتير شغلات جديدة، كيف إذا كانت سنة جديدة كيف منقدر نتخلص من الأشخاص السلبيين بحياتنا ونضيف لحياتنا أشخاص ممكن يعطونا أمل ودافع لنحب الحياة، لما نوقف تجاه أي مشكلة بحياتنا لنبدأ بدأ سنة جديدة كلها حب كلها أمل وكلها طاقة يا فرحة. أكيد سالي ضيفتنا كتير مميزة، بتعطينا طاقة إيجابية، بتعطينا دفع دائما لحتى نمشي لقدام نشوف دائما نحن الفرح من الثغرات الموجودة بحياتنا. رح نحكي كتير تفاصيل عن 2020 اللي كلياتنا أكيد منتظرين نعمل فيها كتير إنجازات ومشاريع مع غالية البغدادي. صباح الخير غالية، يسعد لي صباحك، ينعاد عليك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. حبيبة قلبي وأنت بألف خير، تسلمي لي. يسعد صباحك غالية، صباح الطاقة الجميلة اللي دائما نحن بناخذها منك، صباح الطاقة يلي بنحلم انه تكون مرافقتنا الطاقة الحلوة. بداية غالية بفترة الأعياد اللي نحن مرينا فيها دائما هيك للبيت حنية هيك خاصة، بنحط هالشجرة، بنستقبل ضيوفنا، دائما بفوت على البيت كثير عالم بفترة صحيح. الأعياد، يعني ما بنعرف مين بفوت لعنا من سواء من قرايبين أو جيران وحتى أشخاص تعرفنا عليهم جديد. تماما. كيف فينا نعطي لبيتنا شيء الإيجابي؟ وكيف إذا دخل هيك عنا شخص شوي هيك طاقته شوي سلبية كيف فينا نحن نتخلص منه؟ تماما. هلا اكيد فتره الاعياد بنكون كلياتنا معجوقين وهيك، فما بننتبه على الاشخاص يعني اللي بيدخلوا احيانا ان كان عندهم طاقه سلبيه او حتى كلامهم سلبي، لان احنا بنحكي على طول وبنقول انه الكلمه السلبيه لها تردد كوني، فهي بتنتشر بالمكان كله وبتاثر علينا كثير، حتى بتاثر على كل شيء موجود، فنحن بدنا ننتبه من هالقصه بالذات. يعني هلا سنه جديده، فلازم انا ست البيت اليوم كله فايق عم ينظف وعم يظبط بعد هالاعياد وهالحفله، فلازم انا كل مره بقول وبرجع بقول انه المي والملح هي اهم شيء تنظف فيها ست البيت البيت. تمام، يعني تحط شويه ملح مقدار معلقه صغيره ملح مع المي وتنظف البيت كله. اهم شيء كمان تهوايه البيت، يعني لازم خلص في طاقه صارت خلص نفتح ننظف نستقبل السنه بشيء جديد، نهوي البيت اذا في شمس يعني انها تدخل حتى الشمس على البيت. واخر شيء على طول بقول انا الصندل، عطر الصندل اللي هو يعني ما في بعده، لانه هو بالفعل بكسر كثير الطاقات السلبية الموجودة بالمكان، فكتير حلو انه نحن كمان نعطر البيت بعطر الصندل. واخر شيء نشعل شمعة حمراء على نية المحبة والجذب. اليوم بدي اشتري شمعة حمراء. تماما، فبتحسي حالك انه كتير حلوة. ليه حمراء؟ الحمراء للجذب. الشيء الثاني طاقة النار اللي هي بتحرق بالفعل كل شيء طاقات سلبية موجودة او كل شيء قصص موجودة قديمة، يعني طاقة النار بتحرق كل شيء قصص سلبية موجودة بالمكان، فكتير حلو انه بعد ما نعمل هالتنظيف للبيت نشعل هالشمعة هيك ونقعد تكون شمعة محبة. وأهم شيء يعني نحن بعلم الطاقة على طول بنقول النية تسبق أي عمل، فبنحمل هالشمعة وبنتمنى عليها أمنية وبنتمنى أنها تكون سنة خير وبنشعلها هيك وبنحطها، قديش بتكون حلو. طاقتها كتير حلوة، طاقتها وشكلها مريح كمان. خلينا نقول اللي ما عنده علم يمكن بتفاصيل الطاقة وتفاصيلها، هي كمان كشكل كطاقة كرائحة أوقات بيحطوا لها روائح كتير حلوة. أكيد طبعا بتغير من المود كلياته، بتخليه هيك إحساس كتير حلو. صح، يعني حتى الالوان كل شمعه اللي لها لون، يعني كل شمعه بلون، الالوان كثير بتلعب دور، يعني كل شمعه لها شيء معين نحن بنستخدمها. خلينا نفصلهم غاليه لنعرف هيك كمان ايضا وكل شيء عم يشوفنا هلا ليعرف شو يشعل. بلشنا بالشمعه الحمراء للجذب وايضا باقي الالوان خلينا نحكي. تماما، هلا عندنا الشمعه البيضاء، اذا شعلنا شمعه بيضاء هي للسلام للطمانينه للسكينه، اذا كنتي انت حسيتي حالك انه البيت لسه في ضوجه او في مثلا نقاشات او هيك نشعل شمعة بيضاء. تماما، فهي هلا وقتها يعني كثير بتعطي طاقة حلوة بالمكان. بالنسبة هلا بما انه نحن فترة هيك اعياد وسنة جديدة، عندنا الشمعتين اللي انا كثير بفضل ينشعلوا بهذا الوقت اللي هي مثل ما حكيت الحمراء والذهبي. الذهبي لان طاقة كثير حلوة، طاقة روحانية. عندي خضرة، شو وضعه؟ تمام، هلا الخضرة لراحة القلب، هلا اذا حسيتي حالك او حتى اذا تعب، يعني كان الشخص تعب بالصدر او بالقلب او هيك، بيشعل شمعة خضرة بتعمل كثير سلام وبتعمل حتى راحة للقلب، مجرد ما طلعتي عليها بتحسي حالك ارتحتي.
عندنا اللون الازرق هلا بتعرفي بقى في عائلات بس يجتمعوا كلهم السلايف والسلافه بتشتغل هون الغيره شغل الدنيا مش على الشمعة تماما لا فمش على الشمعة الزرقاء لان الشمعة الزرقاء تماما بتخفف او يعني بتخفف التوتر حتى اذا كان بنص القعده بلش هيك يصير في توتر غيره نحن فورا الحمايه تشعل شمعة زرقاء وتحطها بدك تتذكر قبل ما عم تفك بيناتهم لا تتذكر تشعل شمعة تماما فاللون الازرق كثير مريح حتى للاشخاص اللي بيعانوا من حالات اكتئاب اللون الازرق او الشمعة الزرقاء يعني ما بتتخيلي قديش بتعطيهم هدوء وراحه نفسيه فبتحسيها كثير هيك بتعطي طاقه كثير حلوه للمكان هلا عندنا اللون الاورانج الشمعة الاورانج من اجمل الشمع خصوصي اذا كان عندنا في طاقه مرض بالمنزل يعني في حدا مرضان او شيء ثاني اذا حدا كبير بالسن ومريض وصل له فتره كثير حلو انه كل يوم نشعل جنبه شمعه اورانج هلا انا لما بقول نشعل شمعه يعني مو انه تضل تدوب لا نشعلها 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه قد ما كان فالشمعه الاورانج نشعلها بغرفه المريض لانه بتمص طاقه المرض كلها فحلو انه نشعل نحن شمعه اورانج كمان نبلش سنه يكون بيتنا خالي من الامراض وهيك فالشمعة الاورانج على طول بتسحب طاقه المرض اكيد غاليه في اشخاص معينين يعني انا منهم خلينا نقول يمكن بيتاثروا كثير بالكلمه اذا كانت طيبه ممكن تعطيهم دفع لقدام اذا كانت سلبيه او حتى سيئه شوي من شعور الغضب يمكن او الانزعاج او يعني نحن بدنا نبدا بال2020 ما بدنا حدا ياثر علينا طبيعي فرح هذا الشيء اللي عم بيصير معك ايضا لانه انت ممكن حدا حساس خلينا يمكن انه شخص بيكون بهالوقت حساس يعني في عالم ما بتتاثر بتقول انا بستغرب فيها فالطبيعي هو اللي يتحسس يعني وحتى كيف نحن بنقدر نفصل شوي مع الاشخاص مهما كان كلامهم سيء او حتى جارح الكلمه الحلوه بناخذها الكلمه السيئه بنزتها ورانا كيف بنقدر نعمل هذا الشيء بخطوات معينه تماما هلا هدول الاشخاص اللي على طول بيحكوا بطريقه سلبيه مع الاشخاص الثانيين هن عندهم كم هائل من الطاقه السلبيه ما لهم عارفين كيف بيخلصوا منها فكيف بيخلصوا منها عن طريقه تماما عن طريقه الحكي بشيء سلبي يعني مثلا بيشوفوا فرح منورة لازم انا ليش انه هي منورة لا لازم انا شوفها مزعوجة ما بصير تكون عم تضحك فبتيجي بتزت كلمة وهي بتعرفك انك انت حدا كتير حساس هي قاصدة انك انت تتأثري بهذا الكلام هلا احنا هدول الاشخاص اكيد بنعرفهم يعني انا مثلا بشوف شخص بعرف انه هذا الشخص هو حدا سلبي الفاظه سلبية اول شغلة لما بده يجي يحاكيني ما بحط عيني بعينه ما بركز ابدا لانه العين مجرد ما ركزتي فورا انتقلت الطاقه حتى انت بس تطلعي بعين الشخص السلبي ببين معك من حجر عينه انه والله نظرته سلبيه بتحسي حالك مانك مرتاحه نهائي فاكبر غلط انا لما بركز وبحط عيني بعين الشخص السلبي الشيء الثاني اني انا كثير ركز بالكلام عرفتي اني انا ضل اني عم بسمعه واهم شغله اني انا بلش جادله انه ليش وشو شايف وكذا هون انت بقى بالفعل مره غاليه قلتي لنا جمله انه وقت نكون مثل اللي عم يسمع راديو تماما عم ايه تمام هيدا الفكره انه بيضلهم يحكوا 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 بس انت مانك مركزه بجميع الجمل يعني بيضلهم عم يحكوا انه لحالهم هنن صحيح كان احيانا تساليهم شو قلتوا اخر شيء تماما يعني كانك انت قاعده بمكان وشاعر راديو مانك قدرانه تطفي فانت عم تسمعي بس انت ما عم تخلي الحديث انه يفوت بعقلك تمام بمصيبة سألك شو رأيك هلا نحن على حسب الاشخاص عرفتي هلا ما هو بده يقول لك شو رايك قولي له رايي مثل رايك عرفتي وحملي حالك وامشي يعني عرفتي طاي الحديث بطريقه كثير تكون حلوه انه شكرا لك هذا رايك احتفظ فيه وشكرا وانا بدير ظهري وبمشي ما بضل كثير مركزه واهم شغله اني انا ما اخذ واعطي بالكلام السلبي يعني خلص انا بعرف حالي شو انا بعرف حالي صح انا بعرف اني قايمه بواجباتي على اكمل وجه خلص حلو. اما انا ضل عم اخذ واعطي انت الخسرانه ليه لانه طاقتك اللي حتستنزف وهو بالفعل بتحسيه عاش فرحه كبيره انه انا وصلت للشيء اللي بدي اياه انه انا خلص يعني عكرتها فنحن ليش بالعكس هدول الاشخاص قدر المستطاع ابدا ما نخلي في نقاش بيناتهم ابدا يعني بيناتنا نحن ويان قد ما فينا على طول نعمل قصر تماما يعني بما انه نحن مجبورين انه نتعامل مع هدول الاشخاص يمكن الحل الامثل اللي انت ذكرتيه ولكن في اشخاص خلينا نحكي عن الاشخاص اللي كثير بتعطي روح وكثير بتعطي طاقه قد ايه مهم نحن بسنتنا الجديده انه نقرر انه نحن يكونوا محور حياتنا نتعامل معهم في اشخاص مضطرين نتعامل معهم ولكن بنبعد عنهم يعني مضطرين نتعامل معهم بالاتجاه يعني ممكن بشغلنا بس انه بنشتغل شغلنا معهم وبنمشي ما في داعي يكون عن في صداقه في علاقه شخصيه تمام. قديش مهم أيضا الأشخاص الإيجابيين يكونوا حوالينا
تماما. هلا وجود اشخاص ايجابيه بحياتنا بيعطينا دعم، بتحسي على طول وكانك انت مسنوده انه في حدا هو داعم لك او بيسندك او حتى فيكي انت يعني تستشيريه باي موضوع. صحيح. الكلمه منه بتحسيها جمله وتحسيها بيت شعر بس يقول لك كلمة حلوة، فقديش هدول الأشخاص مهم وجودهم بحياتنا. وصدقيني سالي إنه أنا لما بكون أنا عم بعطي شيء إيجابي للناس اللي حوالي حيرجع لي، يعني أنا بتمنى من أي حدا سلبي يعرف هالقصة إني أنا لما بدي أعطي سلبي حيرجع لي سلبي، يعني حتدور الكلمة اللي حكاها ويرجع ترجع له، ولما بدي أعطي إيجابي قديش حأعطي أنا إيجابي وحتى كل اللي حوالي ياخذوا هي الطاقة الإيجابية، فبدي انتبه من الكلمة اللي عم بحكيها. هلا وجود الأشخاص الإيجابية بحياتنا هو دعم بحد ذاته، بس حلو قد ما كان هذا الشخص ايجابي وقد ما كان قريب مني في شيء انه خلص ما اتخطى انا هذا الشيء اللي هو الخصوصيه، ما يكون انه هالشخص لو قد ما كان ايجابي وقد ما كان بيحبني الخصوصيه لا، انا بدي هي شيء خاص فيني، خصوصيتي ما بيصير تطلع لاي حدا ثاني، اني انا اقعد فضفض واحكي او شيء، للاسف يعني هذا الوقت ما في حدا هو مرايتك ابدا، مرايتك يا بالفعل بس مرايتك، مرايتك اللي انت بتوقفي على المرايه وبتشوفي حالك، هذا الشخص الوحيد يلي انت فيكي تحكي كل شيء، بس توقفي على المرايه وبتحكي، حتى بتصلحي اخطائك عن طريق المرايه، اما الشخص الايجابي وجوده بحياتي اني انا ضل عم بحكي اي شيء عم بيصير معي لا، هي غلط. اكبر غلطه، شخص ايجابي ممكن بامور شغلي انا احكي مثلا يكون مثلا معنا او نعمل مشاريع جديده او نعمل قصص جديده، اما شيء خصوصي في شيء امور بتخص بيتي اكيد لا، لان هون انت بالنهايه حتكوني لا ابدا وقعتي بغلطه كثير كبيره، وقد ما كنتي عندك اشياء سلبيه بحياتك او اشياء تعبتك او حتى انت كنتي مثلا شخص سلبي مانك ايجابي، ما بصير تورجي الشخص الايجابي انك انت كثير تعبانه ولما شفتيه هو اللي ريحك. صحيح. بدك على طول تفصلي، يكون فيها الفصل، هي اهم شغله. اكيد يعني يا غاليه نصائح كتير بسيطة لكن أثر كتير كبير علينا. أكيد. كتير من الشغلات والتفاصيل ممكن صارت تغيب عننا. صح. ما نقدر نتعامل مع الموقف بقدر ما هو مطلوب مننا. 2020 هي بداية، إن شاء الله تكون بداية حلوة على الجميع، عليك غالية، على عائلتك الحلوة، على نجاحاتك اللي كمان تحدثت فيها كتير ظروف. شكرا لك غالية. حبيبتي تسلمي لي. بدنا نتشكر وجودك معنا غالية ببداية السنة الجديدة، بدنا نتمنى لك سنة حلوة، سنة مليئة بالطاقة، أنت من الأشخاص اللي بتعطي طاقة. نتمنى لعائلتك لأهلك لكل محبينك سنة حلوة كتير، إن شاء الله بتحققي جميع أمنياتك. تسلمي لي حبيبتي، أنا وأنتم إن شاء الله. شكرا لك.